أشكر الأستاذ إبراهيم رواس على هذه البادرة، وأشكر كوفي على هذه البادرة الطيبة، وأتمنى أنها تكون أول مبادرة وتجي بعدها مبادرات ثانية إن شاء الله. والله مكة تحتاج مثل هذه المبادرات، لأنه صراحة أنت تعمل وما في مردود بعدها، فلا حمد ولا شكر. لكن لو في زي مثل هذه المبادرات هتبدأ الناس ترجع ثاني مرة لل إيه. فأتمنى إن شاء الله من أخواننا على قولهم توفيق إن شاء الله.